السلام عليكم، معكم الاخت كريمه. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفيه تحضير مطلوع تاع المقله. يعني هذا المطلوع هذا خاص بفطور الصباح والمساء، يعني للقهوه. بالنسبه للمقادير، هنا راح نعملوا بالفرينه لانه كاين بزاف اخوات يعني ما يحبوش يعجنوا، كاين حتى اللي ما تعرفش تعجن. المهم انا درت لكم بالفرينه، يعني يجي سهل وما ياخذش بزاف من الوقت. اولا واش راح نحتاج؟ نحتاج الى 3 كيلات كبار تاع الفرينه، نحتاج الى رشه سكر، رشه ملح، ملعقه كبيره تاع الخميره الفوريه، ونحتاج 2 ملاعق حتى 3 ملاعق تاع السانوج. نحتاج الى نص خماره تاع حلوه، نحتاج الى كميه من الماء الفاتر باش نمو العجينه، ونحتاج الى السميد الخشن باش نرمدو فيه الخبز تاعنا. اولا راح نبدا بالتحضير. بسم الله، نبدا ب الصوالح الناشفين هكذايا. نزيد السكر، نزيد كميه تاع الخميره، ونضيف الخميره الكيميائية، يعني الكيميائية والفورية. نخلطهم مليح، يعني الملح ما نديروش دركا، الملح دائما نديرو في الاخير باش ما يكسرناش الخمار تاع الخبز ويجينا يعني يخمر بالخف. نضيفو الان الساندويتش، نخلط جيدا، ونبدا نضيف الماء بشويه. هنا راح ندير بالكيل باش تعرفوا يعني ابي بخي شحال يديكم الماء. لكن ملاحظه فقط، كاين بزاف اخوات كي نعطي لهم المقادير مضبوطه يعني تقول لي الاخت كريمه يعني جاتني ناشفه، وكاين اللي تقول لي جاتني سايحه بزاف. نعطيكم نصيحه انه كل وحده حسب النوعيه تاع السميد تاعها، وكل وحده حسب النوعيه تاع الفرينه تاعها. يعني كاين السميد اللي يشرب الماء، وكاين السميد اللي ما يشربش. نفس الشيء مع الفرينه، يعني هنا انا نعطيكم المقادير مضبوطه، لكن يعني لازم حتى نتوما تاخذوا حذركم، عينكم هي ميزانكم. يعني العجينه لازم انت تتحكمي فيها. انا كيلت الفرينه بالبول تاع الشربه كما راكم تلاحظوا، اللي فيها كما هذا اللي كيلت به السميد. الان راح نحط الماء بالكاس كما راكم تشوفوا، راني نكيل بالكاس. دوك ندير الكاس الاول، نبدا نخلط مع الوقت نشوف يعني شحال راح يدينا الماء. نزيد الكاس الثاني كما راكم تشوفوا، بالكاس الثاني بدات تلملي العجينه. الان واش راح نعمل؟ راح نضيف نص كاس ونشوف الا كانت العجينه اكتفت بهذه الكميه تاع الماء ولا راح نزيدوها. اذا ما راكم تلاحظوا راح نضيف لها ربع من الكاس الثالث المتبقي، يعني الماء دات لي حوالي 3 كيسان غير ربع. وكي تكيلوا الفرينه يعني بالكاس، يعني كل وحده والشوب تاعها تاع الشربه. انا نقول لكم يعني المقادير بالضبط، تعملوا 5 كيسان ونص تاع الفرينه مع 3 كيسان غير ربع تاع الماء. الان راح نضيف الملح في الاخير هكذا، نخلو العجينه تاعنا تكمل العجين. كيما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعها هي واجده. اللي ما عندهاش البيتخان تستعمل يدها. واش راح نعمل الان؟
ندير شويه زيت في يدي، يعني دائما نستعملوا الزيت لانه الزيت يجيكم ساهل باش تخدموا، يعني تبدو العجينه بلا ما تلصق لكم في يديكم، وحتى العجينه ما تفسدش، لانه لو كان نستعمل الماء راح نخسر القوام تاع العجينه. بسم الله. والاناء يعني الوعاء اللي راكم رايحين تحطوا فيه العجينه تاعكم باش تخدم، تكونوا دهنتوه بشويه زيت هكذا كما راكم تلاحظوا. نطمعها في وعاء يكون كبير، يعني باش ما تخسرناش العجينه نحاولوا انه نرتبوها هكذا باليد. نغطيوها ونخلوها تخمر مدة نص ساعة ونتلاقاو فيما بعد. كيما راكم تلاحظوا هنا العجينة تاعي خمرت كيما راكم تشوفوا. واش راح نعمل؟ ندير زيت في يدي ونبدا نهبط، نحي الهواء، نخرج الهواء من العجينة بهذه الطريقة. الآن واش راح ندير؟ راح نقرصها هكذايا مليح باليد، هالطريقة حتى نشكلو كرة كبيرة. الآن ندخلها في سميد اللي كما قلت لكم يكون حرش شويه خشن، نفرشو شويه تاع سميد هنايا بهذه الطريقه. نقرصها رقيقه بزاف، نزيد القرصة التانية هكذايا دائما نفس الطريقة، شوية زيت في اليد ونبدا نشكل كرة كبيرة. نرمدها في السميد بهالطريقة، نحطها على طرشونا، نجوز الموز شوية زيت ونبدأ نقطع إلى مثلثات. كما راكم تلاحظوا دائما نغطس الموز في الزيت باش ما يلصقناش العجين، ونبدأ نستف العجينة تاعي، يعني لازم نديروها رقيقة بزاف. نديرها شوية سميد مطروف ونبدا نقرصها الماكسيموم، لأننا راح نخليها زيت تعاود تخمر للمرة الثانية. نرققها هكذا يطيح ونخليها تزيد تخمر كما راكم تشوفوا. بعد ما قسمتهم كامل وقرصتهم مليح، الان راح نغطيهم ونخليهم يعاودوا يخمروا 4 ساعة ولا 20 دقيقة ونبداو نقليوهم. كما راكم تلاحظوا نفضوهم مليح من السميد، نحطوهم في مقلاة سخونة. من بعد كي تشوفوا بدا يتنفخو نرمي من فوق الزيت بهذه الطريقة.
بعد نقلوهم ونقعدو دائما مرموم فوق الزيت. اذا هذه هي النتيجه تاع مطلع الكوشه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، يكون عجبكم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير تبارطاجيوه، شاركوه بين الاصدقاء تاعكم، ديروا جملة فيديو. نقسم لكم حبه هنا باش تشوفوا لي ريزولطا تاعنا. كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها، يجي فراغ لداخل، يجي ما شاء الله. ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو، ديروا جملة فيديو، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.